اهداف اضراب الاطباء الجزئي غدا الاربع 1 يناير 2014. مطالب الاطباء مش جديدة على الاعلام وعلى المجتمع، احنا بقالنا سنين بنتكلم على ضعف وبؤس اوضاع المنظومة الصحية وضرورة ايجاد علاج حقيقي وجذري ليها، سواء في الجزء الخاص برفع الميزانية وتحسين احوال المستشفيات، او في الجزء الخاص بايجاد هيكل عادل لاجور ونظم العمل للعاملين بالصحة اطباء وتمريض وخلافه. كل ما بنتكلم على الموضوع ده بيقر لينا زيادة ما مسكن ممكن نعتبره، طريقة للإلهاء ممكن نعتبره، لكن في النهاية بيبقى بؤس المنظومة واضح لكل ذي عينين. آخر حادثة تجسد الوضع السيء كانت وفاة زميلنا الله يرحمه دكتور أحمد عبد اللطيف، اللي أخد عدوى قاتلة التهاب رئوي غير نمطي وتدهور وتوفى في ظل 3 أيام. في كلام سمعناه بيتقال وهي الوزارة ذنبها ايه، يعني كان حد هيعمل له ايه؟ لا، الوزارة ليها ذنب، مش ملهاش ذنب. في اجراءات مكافحة عدوى مفروض انها في المستشفيات الحكومية او الخاصة، الاجراءات دي غير مطبقة، مفيش جدية، مفيش امكانيات، مفيش نظام صارم في حاجات قاتلة. اذا كان حادثة زميلنا دكتور احمد عبد اللطيف تم تسليط الاضواء عليها، لكن احنا نقدر نتخيل كام الف مريض وطبيب وممرضة ممكن يبقوا وقعوا في نفس المشكلة اللي وقع فيها دكتور احمد عبد اللطيف ولقوا حتفهم دون ان يتم الالتفات ليهم. الاوضاع دي يجب ان يبدأ الاهتمام بيها بشكل جدي. حاجة تانية، هذا الزميل الشاب اللي هو زوج واب لطفلين اصغرهم عندها عدة ايام، يمكن كملت 20 يوم او ما كملتهمش، معاشه كام بعد ما توفى؟ في الناس اللي بيفهموا في القوانين ومعاشات، في اللي بيقولوا ملوش معاش لان هو خريج 2006 يعني بيشتغل من 2008، وفي اللي بيقولوا لا ليه معاش بس هيبقى مبلغ ضعيف جدا. بغض النظر، ده رمز للحالات. احنا عندنا بنشتغل في مستشفيات امكانياتها سيئة، ما نعرفش نقدم خدمة حقيقية، ما عندناش اي درجة من حتى الاشباع المهني في مكان اللي بنشتغل فيه. ممكن نتعدي احنا وعيانينا، بنعوم في العدوى والاهمال ماشي، اللي بيعيش بيعيش بيفلت، واللي بيتوفى حتى ابنائه ما بيجدوش معاش يقيهم يعني شر سوء الاحوال. هذه هي الحالة. الكلام ده بنتكلم عنه كتير، مش جديد، انا الاول اللي مواجهته مش صعبة. احنا مش بنطلب ان الدولة تسحر او تجيب امكانيات خارقة في وقت ظروف فيه صعبة. احنا شرحنا مرارا عديدة ان مجرد وجود توزيع عادل لباب الاجور دلوقتي مع الزيادة اللي حطها المالية من الممكن انه يحسن الاحوال. الحاجة اللي بتهم المواطنين جدا، ازاي اضراب اطباء والعينين هيعملوا ايه؟ معرفش هل لسه العيانين بيفكروا بالطريقة دي، ولا اضرابنا اللي فضل مدة طويلة فهمهم ان اضراب الاطباء الجزئي ما بيقتلش عيانين، ما بيبهدلش عيانين، واحنا بنحط قواعد واضحة جدا ان اي حالة طارئة او حرجة تتعالج، يعني الطوارئ، الحضانات، العنايات المركزة، الغسيل الكلوي، حالات الاورام، اي حالة التأجيل هيسبب لها مشاكل او مضاعفات بيتفتح لها باب العلاج. العيانين يعني احنا بنقفل لسة العمليات الغير عاجلة وبنقفل العيادات الخارجية، ومريض العيادة بيروح على الاستقبال اذا كان عنده اي حاجة عاجلة لا تؤجل. طيب امال اضرابنا بيعمل ايه لما احنا حالات كتيرة بنحولها هنا بتعالج بدل من هنا؟ اضرابنا بيعمل ايه؟ اضرابنا هو صرخة مجتمعية، الاحوال سيئة وبائسة، استمرار الاحوال بهذه الطريقة جريمة. في سؤال تاني بيتوجه لنا، هو ده وقته؟ البلد فيها مشاكل كتيرة، مش تقدروا المشاكل اللي البلد فيها وتصبروا؟ اللي احنا بنقول عليه ان مفيش صبر على وضع يقتل المرضى والاطباء كل يوم. احنا في اوضاع تقتل، واذا كان في مشاكل في البلد احنا مش عايزين ندخل في مناقشتها سياسيا، هذه مشاكل افظع ما فيها ممكن تعمل ايه؟ تقتل، مش كده؟ يعني الاضطرابات الموجودة أفظع ما يمكن أن تصل لإيه؟ بتقتل. أوضاع في المستشفيات بتقتل آلاف كل يوم، وده وضع احنا بنتكلم عنه من زمان.
آن الأوان لمواجهته مواجهة جذرية. حتى الكلام في مادة الدستور اللي احنا استحسناه وسعيدنا بيه بضرورة مضاعفة ميزانية الصحة، يعني لما يبقى 3% من الناتج القومي يبقى هتتضاعف، حتى هذه المادة محطوطة ضمن مواد الانتقالية انها هتتطبق على 3 سنين. الحقيقة ان احنا محتاجين مضاعفة فورية لميزانية الصحة وبعد كده تزداد بالتدريج لتصل المعدلات العالمية، لكن مضاعفتها فوريا مع ترشيد هذا المبلغ، احنا مش عايزين مبلغ عالي ويهدر، عايزين مبلغ عالي ليستخدم. دي حاجات سريعة وفورية. سمعنا برضو تعليقات على وفاة الزميل أحمد عبد اللطيف، تعليقات من بعض مسؤولي الوزارة، حقيقة تعليقات ليس لها مكان من الإعراب، إن هو وقت ما توفى خد العدوى مش من مستشفى حكومي، ده خدها من مستشفى خاص كان واخد نبطشات فيها. انا عايز افهم معنى، يعني مغزى التعليقات دي ايه. اولا مين اللي معلم الساعة اللي خد فيها الزميل ده العدوى وكان في الوقت ده في نبطشية في مستشفى حكومي ولا خاص؟ احنا عارفين ان العدوات ليها فترة حضانة قد امتد من عدة ساعات لعدة أيام، مين اللي عارف يعلم العدوى دي مصدرها ايه بالظبط؟ ده سؤال. ثانيا لو زميل ده واخد عدوى من مستشفى خاص عشان دخله حكومي لا يكفي لبيته وعيلته أكل عيش حيف، ده ذنب مين؟ ثالثا إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات الخاصة والإشراف عليها مسؤولية مين؟ مش في إدارة علاج حر مفروض أنها بتشرف على جدية معايير الجودة والمكافحة العدوى في المستشفيات الخاصة؟ فالحقيقة ان التصريحات من هذا النوع انا فهمتها انها محاولة للتنصل من المسؤولية. يجدر بالمسؤولين في بلادنا النهاردة ان لما يبقى فيه حادث مفجع من هذا القبيل ما يفكروش في طريقة للتنصل من المسؤولية، ولكن يفكروا في مواجهة هذه الاوضاع البائسة. هذه الاوضاع البائسة ان الاوان لمواجهتها، مش الحاجة الأساسية في المناقشة. العدوى اللي خدها دي كان شغال في المستشفى الحكومي وقتها في المستشفى الخاص، أو يتقال لأ ده هو مش شغال في مستشفى حكومي عشان هو تبع برنامج الزمالة دلوقتي وأخلى من بنها التعليمي وبيشتغل في معهد القلب تبع الزمالة. برنامج الزمالة كله تبع وزارة الصحة، ومتدرب الزمالة بينتدب لمكان معين على حسب تخصصه عشان يلقى فيه تدريب على مستوى أحسن. فالحقيقة يعني لا مجال للتناصر المسؤولية، ومش ده الحاجة الأساسية. الحاجة الأساسية أنه يجدر بنا مواجهة المشاكل دي. أنا هسيب فرصة للزملاء الأعزاء أنهم يعلقوا، ولينا في النهاية تعليق دقيق على بعض القصورات المطروحة من وزارة الصحة في مشروع الحوافز. يعني إحنا بنطالب بكادر في مشروع حوافز مطروح مسمى كادر، ولكنه ليس كادر، لأن الكادر زي ما قلنا مرارا وتكرارا هو هيكل مالي وإداري ومهني يقدم حل متكامل لمشاكل الأطباء والعاملين بقطاع المهن الطبية. ده مش كادر، لكن حتى كحوافز في مشاكل كبيرة، أبرزها مثلا إن هو لا يضم لا يضم العاملين بالتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، وبتطبيقه الأطباء والعاملين بمستشفيات الصحة النفسية هينقصوا، مش هيتحسنوا ولا هيفضلوا زي ما هم، هينقصوا، لأن هم كقطاع في احتياجات خاصة ليهم مميزات، ليهم مميزات خاصة هينقصوا إذا طبق عليهم هذا القانون، لأن من ضمن تفاصيل القانون ان بتطبيقه بتلغى الحوافز الاخرى كنوع من التجميع وعدم الفوضى. طب كويس، بتطبيقه هيبقى في حاجه واحده الكل بيتحاسب بيها، الناس اللي عندها ظروف خاصه. فالحقيقه يعني المطروح ليس فقط ضعيف، ولكن في قصورات اساسيه يجب حتى اذا اعتبرناه قرص مسكن ضعيف مؤقتا ان الحاجات دي يتم تداركها فورا قبل تطبيقه. شكرا لكم. بنرحب باستاذ دكتور خير عبد الدايم نقيب الاطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم جميعا. وانا احب اول حاجه اقولها ان انا اكد ل 90 مليون مصري ان دكاتره لن يخذلوهم ابدا،
وإن أول وأهم حاجة إحنا بنفكر فيها هي مصلحة المريض، ولن يحدث أبداً إن مريض يضار بسببنا، إنما إحنا عندنا عقيدة وهي إن المنظومة الصحية في الحقيقة عمادها الأساسي الطبيب، وإن طبيب متفرغ لعمله ومستريح فيه وعنده من الوسائل والأدوات ما يجعله يستطيع إنه يشخص ويعالج المريض بكفاءة، هو ده حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية في مصر. ونحن لن نتنازل أبدا عن إصلاح المنظومة بكافة جوانبها، ليس فقط أجر الطبيب، لكن ميزانية الصحة، تجهيز المستشفيات، تأمين المستشفيات، ميزانية العلاج، تأمين الصحي الشامل، يعني كل جوانب المنظومة الصحية هي شغلنا الشاغل. نقابة أطباء مصر ليست نقابة عمالية، هي نقابة مهنية، وبالتالي هي لها وظيفتين مهمتين. الدولة تعتمد عليها في حاجتين: أولا رعاية الأطباء، وثانيا رعاية المهنة، رعاية مهنة الصحة بحكم القانون وبحكم الدستور. بعد كده أحب أن أنا أقول أن احنا نشكر الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة على أنها بتحاول معانا على أنها تجيب حقنا، وهي بتحاول، وأشهد أنها بتحاول بكل قوتها، إنما المشاكل مش أنها مش عاوزة، أنها مش قادرة. ثالث حاجة عاوز أقول أن أهم مشكلة عندي في هذا الكادر إن أنا كنقيب للأطباء، أنا نقيب لكل الأطباء، يعني الطبيب اللي في وزارة الصحة، الطبيب اللي في أي شغال في أي مكان في مصر، والقانون كان مفروض إن هو يخاطب كافة العاملين في الجهاز الإداري والدولة، وأنا كان عندي أمل ولازال إن هو يطبق على القطاع الخاص كمان، بس ما فيش دكتور في مصر ياخد أقل من كده، ممكن ياخد أكتر طبعا لأنه يسهل أكتر بكتير، إنما ما ياخدش أقل من كده. القانون جه مخيب للأمال في هذه النقطة بالذات، فخاطب بس أطباء وزارة الصحة، ومش كل أطباء وزارة الصحة، أطباء وزارة الصحة اللي هم يخضعوا لقانون 47، وبالتالي طلع عدد كبير من الأطباء. أنا الناس بتبعت لي يقول لي أنا شغال مثلا في هيئة الطاقة الذرية، وضعي إيه؟ فأنا بأسف وأحرج، لأن أنا أقول له أنت مش محطوط في من ضمن هذا القانون. يعني مطلبنا الأول والأساسي أن يخاطب هذا القانون كافة الأطباء العاملين في الجهاز الإداري للدولة بكافة مستوياته. ثاني مشكلة في هذا القانون أنه لم يفصل الأطباء عن قانون 47، لازلنا بنعامل معاملة الموظف اللي بيروح من المكتب من 9 لواحدة وبيقعد على المكتب ويملي شوية ورق ويمشي. الطبيب عمله مختلف، ملوش وقت ومفيش حدود للمطلوب منه، ولا من حيث الوقت ولا من حيث الجهد، عليه مسؤولية حياة مريض عايش في الدم والبول يعني في الحقيقة عليه اعتداءات. يعني القصر العيني كان قافل، استقبالات القصر العيني كلها كانت قافلة نتيجة ان اهل المريض دخلوا على الدكتور جوه اوضة العمليات، واصيب الدكتور بقطع جرح قطعي في دراعه، قطع وتر من الاوتار، وقد لا يستطيع ان يعود لمهنته الجراحة تاني، قد لا يستطيع. فهذه الأخطار مش معرض لها أي موظف آخر ولا أي مهنة أخرى، هي لها خصوصية هذه المهنة، وبالتالي نعتقد أن من أقل حقوقنا أن احنا يطبق علينا كادر يضع في الاعتبار ظروفنا. ما قيل عن أن الطبيب هياخد 3000 وشوية، أولا ده مش صحيح دلوقتي، يمكن يبقى صحيح
جزئيا بعد سنة ونص على الأقل، وثانيا يتطلب أن الدكتور ياخد 10 نبطشات سهر وعشر نبطشات بمبيت شهريا، يعني يبات بره بيته نص الأيام. أي موظف في الدولة بيعمل كده يعني تقريبا يوم ويوم، لا بايت بره بيته سايب أسرته وولاده عشان يبات في المستشفى من 8 إلى 8 8 بليل. أي إنسان هيشتغل 24 ساعة كده يعني، شوفوا لي فين موظف الدولة اللي بيشتغل هذا القدر يعني. ده شرط عشان ياخد هذا المبلغ، ولا بد انه يكون شغال بقى في شلاتين او حلايب او رفح او الوادي الجديد عشان ياخد بقية الحوافز. طبعا القانون كمان مش ملوش اي تأثير على المحلين للمعاش، ولا اللي هيحالوا النهاردة على المعاش او بعد شهر او اتنين مش هيبقى مؤثر على معاش. مفيش مكافأة نهاية خدمة تتناسب مع الجهد المبذول. واحدة من أهم النقط اللي أنا يعني مزعلني في هذا القانون هو إن هو اعتبر التعليم الطبي المستمر الشهادات العليا في مجال الطب يعني الدبلومة والماجستير والدكتوراه طرف الدولة تتحمل تكلفته فقط لا غير من خلال المستشفيات أو الإيراد الخاص بهذه المستشفيات إن وجد. يعني أنا دكتور شغال مثلا في الوادي الجديد في مستشفى، إزاي المستشفى هتجيب فلوس عشان تصرف عليا أخذ ماجستير أو دكتوراه أو دبلومة أو يعني إزاي بالجهود الذاتية بتاعة الوحدات الصحية دي يعني ازاي مسؤوليه التعليم الطبي المستمر تنقلها الدوله منها رغم انها ده اهم استثمار ليها الى المريض. يعني دخول هذه المستشفيات بتيجي من رسوم الزياره ورسوم الخدمات الصحيه التي تدفعها المريض، بينما الاصل والقاعده ان وزاره الصحه بتقدم الخدمات دي مجانا للمواطنين. فهو عشان يدعم طبيب يتعلم لابد ان هو ياخد المريض، هذا كلام يعني مش مفهوم بالنسبه لي يعني. انا لا انكر ان معالي الوزيره ووزاره الصحه يعني حاولت بكل طرق وكانت هي مع الاطباء بتحاول معاهم انها تصل لحقوقهم، لكن في النهايه دي مش حقوقنا كامل. وعلى اي الاحوال ده إضراب حضاري يضع نصب عينه أول شيء مصلحة المريض. المريض ما له ذنب إذا كان في خلاف ما بيننا، ما فيش خلاف ما بيننا وبين وزارة الصحة في الأهداف، يمكن في الاستراتيجية الوصول إليها، لكن ما فيش خلاف بيننا وزارة الصحة في الأهداف. الخلاف ما بيننا وبين وزارة المالية، فالمريض خارج نطاق هذا الخلاف، واحنا مش مختصمين المريض، احنا بنعد ان احنا نعمل كل ما في استطاعتنا ان كل مريض يصل الى العلاج، ان اي واحد في احتمال ولا 1% ان حالته تتدهور او يحصل له ضرر دائم مش هيحصل في ظل هذا الإدراك. وشكرا لكم.